السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله طلابي طلاب الصف الثالث ثانوي الأدبي. اليوم إن شاء الله سوف نقوم بتكمل درسنا السابق والذي كان بعنوان الصناعة في الوطن العربي. تكلمنا في الدرس الماضي عن صفات الصناعة في الوطن العربي، قلنا هذه هامة جدا، فهي تزال في مراحلها الأولى، ويغلب عليها الصناعة الاستهلاكية والاستخراجية. نسبة مساهمة الصناعة الثقيلة قليلة، كما نسبة مساهمة الصناعة بشكل عام في الناتج المحلي العربي قليل مقارنة بالمقومات التي يمتلكها الوطن العربي، مقومات الصناعة. ثم تكلمنا عن هيكل الصناعة العربية، وقلنا هيكل الصناعة العربية أو تقسم الصناعة العربية إما إلى صناعة تحويلية أو صناعة استخراجية. تكلمنا كذلك عن تموضع المراكز والمناطق الصناعية في الوطن العربي. تكلمنا عن ثلاثة مراحل، هي مرحلة الانتشار العشوائي الغير مخطط، تكلمنا عن مرحلة التركز الصناعي، ثم تكلمنا عن مرحلة التوطن الصناعي. الآن سوف نتكلم إن شاء الله عن أنواع الصناعات في الوطن العربي. سوف نتكلم عن أنواع الصناعات في الوطن العربي، وقلنا هو هدفي الثاني أن أميز كل نوع من أنواع صناعات الوطن العربي. سوف نتكلم عن الصناعات الاستخراجية، وكذلك سوف نتكلم عن الصناعات التحويلية. عن الصناعات التحويلية. أستاذ الصوت متقطع من نعم. عندك ولا من عندي؟ زي ما قلنا سوف نتكلم عن الصناعة الاستخراجية في الوطن العربي. جاهزين؟ نعم أستاذ. يلا نشاهد سوية نعم هذا أستاذ. المقطع. نعم طلابي نشاهد سوية هذا المقطع. مهلا طلابي. الصناعات التعليمية تهدف إلى تنقية الخامات المعدنية. تمام. يلا نبدأ نعيد. طلاب نشاهد هذا المقطع. عنوان الدرس أنواع الصناعات في الوطن العربي. أنواع الصناعات في الوطن العربي ستة: 1 الاستخراجية، 2 التعليمية، 3 التحويلية، 4 التجميعية، 5 الحرفية، 6 البتروكيماوية. الصناعات الاستخراجية تقتصر على استخراج مصادر الطاقة كالنفط والفحم والمعادن والأملاح وغيرها من معدن الأرض. ما المقصود بالصناعة الاستخراجية طلابي؟ هي استخراج النفط. نعم إذا تشمل استخراج النفط والغاز والمعادن. إذا من باطن الأرض استخراج هذه الثروات الباطنية من باطن الأرض نطلق عليه اسم الصناعة الاستخراجية. نعم. الصناعات التعليمية تهدف إلى تنقية الخامات المعدنية وتحويلها إلى صفائح أو سبائك معدنية. إذا الصناعة المعدنية تهدف إلى تنقية الخامات بعد أن أستخرج الثروات المعدنية من باطن الأرض، الحديد، النحاس. طبعا هذه تخرج كخام، بعدها اقوم بتنقيه هذه الخامات، يعني استخلص المعدن الفلز طبعا وتحويلها الى صفائح معدنيه او سبائك طبعا، وهذه يطلق عليها الصناعه التعدينيه. نعم. الصناعات التحويليه تقوم على تحويل المواد الاوليه من معدنيه، نباتيه، حيوانيه الى سلع استهلاكيه صالحه للاستعمال وتؤمن حاجات الانسان. طبعا ما هي الصناعة التحويلية؟ تحويل المادي الخام إلى مادة أخرى تصبح أكثر فائدة للاستهلاك، مثلا خامات زراعية أو حيوانية أو خامات أو ثروات باطنية، أليس كذلك طلاب؟ نعم أستاذ. من يعطيني مثال على هذا النوع؟ من يعطيني مثال على هذا النوع من الصناعات؟ نعم أستاذ. نعم يا محمد. نعم أستاذ، مثلا استخراج إلى مواد صالح في آن واحد، وأيضا مثلا الثمار، يعني تحويل مثلا ثمار البندورة مثلا إلى دبس بندورة، أو مثلا المشمش إلى مربى وغير ذلك. أحسن صناعة الكنسورة أو المعلبات. أحسن صناعة مثلا القطن إلى ألبسة غزل ونسيج. النفط تكريره أحصل على المازوت، البنزين، الكيروسين إلى آخره، فهذه نسميها صناعة تحويلية. نعم. مثل
صناعات غذائية، صناعة المنسوجات، صناعة الخشب والورق، صناعة مشتقات النفط المكررة، صناعة البتروكيميائية، الصناعات الإنشائية. أنواع الصناعات التحويلية: تحويلية غذائية، تحويلية كيميائية، تحويلية أخرى. الصناعات التجميعية هي عملية تركيب وجمع المواد المصنعة على اختلاف مصادرها كي نحصل على سلع متنوعة مثل تجميع السيارة. الصناعات الحرفية هي صناعة. هل مقصود الصناعات الحرفية طلابي؟ أستاذ الصناعات القديمة. أستاذ الصناعات القديمة أحسن قيس، مثلا صناعة السجاد والزجاج والفخار. أستاذ الغزل والنسيج القديم كمان. قديم على النول، على النول صناعة الغزل والنسيج قديما كانت تحاك بجهاز يسمى النول اليدوي، أليس كذلك؟ فهذه كلها تسميها صناعات حرفية تقليدية تراثية. الصناعات الأولى في العالم. تستخدم مواد أولية محلية تعتمد على المجهود البشري متوارثة بين العائلات. أنواع الصناعات الحرفية مثل صناعة الخزف، صناعة القوس، صناعة الشجار، صناعة البشوت. الصناعات البتروكيميائية الأسمدة الكيميائية، صناعة البلاستيك، صناعة الأسمنت. أهداف الصناعات البتروكيميائية: تنوع مصادر الدخل للدول المنتجة، توفير المواد الأولية للصناعات التحويلية لتأمين حاجات القطاعات الاستهلاكية، تطوير الصناعات البتروكيميائية إلى تقنيات متخصصة وعالية. تمام طلاب. إذن هذه أنواع الصناعات في الوطن العربي. إذن سوف نتكلم عن هذه الصناعات بشكل مفصل. نبدأ أولا بالصناعة الاستخراجية. قبل أن نتكلم عن الصناعة الاستخراجية، في عندي تعريفين، عندي ما تعريف المنطقة الصناعية أو تعريف المجمع الصناعي. في فرق بين المنطقة الصناعية، مثلا نقول مدينة حاسية مدينة صناعية ضمن منطقة صناعية، هي عبارة عن قطعة من الأرض مختارة على هوامش المدن، يعني بجانب المدن العربية وبعيدة عن كتلتها السكنية مسافة كافية، فهذه يطلق عليها منطقة صناعية. مثلا منطقة صناعية في الشيخ نجار في حلب، نلاحظ أنها بعيدة عن مدينة حلب، تقع شرقي مدينة حلب وبعيدة عن الأبنية السكنية بمسافة لا بأس بها. أما المجمع الصناعي فهو عبارة عن مبنى مكون من عدة طوابق مصمما خصيصا لإيواء الصناعات الصغيرة. تمام طلابي؟ إذا المجمع الصناعي هو عبارة عن مجمع يضم الصناعات الصغيرة. إذا هذا هو الفرق بين المنطقة الصناعية والمجمع الصناعي. أولا الصناعة الاستخراجية، قلنا بالفيديو أنه تشمل صناعة استخراج النفط والغاز الطبيعي واستخراج المعادن. إذا تشمل ثلاثة أنواع: النفط، الغاز، واستخراج المعادن. فصناعة استخراج النفط والغاز في الوطن العربي هامة جدا، فعلى الرغم من إنتاج الوطن العربي 30% من إنتاج العالمي من النفط، تكلمنا عن الثروات الباطنية في الوطن العربي، تكلمنا عن النفط وحقول النفط وإلى آخره، فإنتاج الوطن العربي 30% من إنتاج العالمي، ولكن مساهمته في هذه الصناعة، صناعة تكرير نفط التي تقوم على استخراج النفط، مساهمته قليلة. هلا بدنا نعرف شو السبب. وبشكل عام تصنف الدول العربية إلى ثلاث مجموعات من حيث كمية النفط المستخرج. إذن عندي ثلاث مجموعات تضم الدول العربية المنتجة للنفط، كل مجموعة تضم مجموعة من الدول يختلف أو تختلف فيما بينها من حيث الإنتاج. فهناك أقطار يزيد إنتاجه عن 50 مليون طن سنويا، وأقول عنها دول غزيرة الإنتاج. من يعطيني مثال على دولة عربية تتميز بغزارة إنتاجها؟ العراق، السعودية. السعودية. دول الخليج العربي بشكل عام أيضا سوريا. سوريا
مو دول دولة غزيرة الإنتاج، هلا بنعرف هي ضمن أي مجموعة. فدول غزيرة الإنتاج السعودية والعراق بشكل رئيسي، هاتين الدولتين. إذن فدول عندي متوسط الإنتاج ما بين 10 إلى 50 مليون طن سوريا. إذن سوريا من الدول متوسط الإنتاج. دول قليل الإنتاج 10 مليون طن، أقل من 10 مليون طن سنويا، وهي الأردن. إذن فالدول العربية تقسم إلى ثلاث مجموعات من حيث إنتاج النفط: غزيرة الإنتاج، متوسط الإنتاج، قليل الإنتاج. وأولى أقطار الوطن العربي إنتاجاً للنفط هي السعودية، تنتج قرابة 10 مليون برميل يومياً. إذا نلاحظ هذا الرقم، إذا تنتج 10 مليون برميل يومياً، تليها العراق، ليبيا، الكويت، الإمارات، الجزائر إلى آخره. فهذه أهم الدول العربية إنتاجاً للنفط. طبعاً يرافق النفط، يرافق استخراج النفط الغاز. طبعاً عندي نوعين من الغاز، في عندي غاز مصاحب أو نسميه مرافق، وعندي غاز غير مرافق. الغاز طبعاً المرافق نسميه بالغاز الرطب، والغاز الغير مرافق نسميه بالغاز الجاف. طبعاً سمي مرافق لأنه يرافق النفط، يرافق استخراج النفط، فأقول عنه غاز مرافق. أما إذا وجد في حقول منفصلة يعني ما في نفط معه، أسميه غاز غير مرافق أو غاز جاف. طبعا يبلغ إنتاج الوطن العربي من الغاز 14% من الإنتاج العالمي. طبعا وأول دولة عربية بإنتاج الغاز هي الجزائر. من يذكرني ما اسم الحقل الذي يستخرج منه الغاز في الجزائر؟ يلا شوف أخذناه. نعم دخان؟ لا مو دخان. الجزائر يا طلابي أستاذ حاسي الرمل. أحسنتي يا فاطمة، حاسي الرمل، أحسنتي. ثم تأتي بعد الجزائر الإمارات، وتخرج من حقل، من يذكرني جهة من الجهات اسمه على اسم جهة من جهة. نعم يا فاطمة، الغاز الشمالي. ها ها. لا اسمه اسم جهة من الشمال. غاز الشمال. الشمال، أحسنت فاطمة، الشمال. إذن ثم تأتي السعودية، وطبعا هذه الدول الثلاث الجزائر والإمارات والسعودية تنتج 70% من إنتاج الغاز العربي. ومعظم النفط العربي يستخرج من اليابسة. قلنا نوعين، عندنا حقول برية وحقول ماذا؟ بحرية. فمعظم إنتاج النفط في الوطن العربي يستثمر من حقول أو يستخرج من حقول بحرية برية، وحقول برية خاصة في مصر والإمارات. معظم إنتاج البحري، نفط البحري، يأتي في مصر، لاحظوا مصر والإمارات معظم إنتاج بحري. فهذا هو النفط في الوطن العربي طبعا. ولكن على الرغم من ضخامة إنتاج الوطن العربي من النفط والغاز، لكن معظم النفط المصدر في الوطن العربي هو نفط خام. لما أقول خام يعني غير مكرر. أنا لما أقوم بعملية تكريرية يعني استخلاص عناصره، مكوناته، بنزين، مازوت، كروسين، عطور، بلاستيك إلى آخره. فهذه تحتاج إلى مصافي تكرير. طبعا في الوطن العربي أغلب تصديره للنفط هو نفط خام، وبالتالي حرمه الكثير من عوائده ومن فوائده. لما أنا بصدر مثلا برميل النفط حاليا ب 30 دولار مثلا، استورد مشتقاته، فمثلا البنزين أغلى، المازوت أغلى، الكروسين أغلى، فمشتقاتي أغلى من تصديري خاما، فحرم الوطن العربي من مردوده كثير. ومعظم النفط الوطن العربي ينقل بماذا؟ بأنابيب، أنابيب نفط، إضافة إلى ناقلات بحرية. طبعاً ينقل بأنابيب إلى مصافي التكرير، ومنها إلى الأسواق الاستهلاكية. فهذا هو النفط في الوطن العربي.
حد له سؤال طلابي؟ أستاذ سلق الغاز متابع للنفط ولا لحال؟ لا، نفط والغاز سوية، صناعة استخراج النفط والغاز. فاطمة السباغ اقرأي النفط. نعم أستاذ، النفط الصناعة الاستخراجية صناعة استخراج النفط والغاز. النفط الإنتاج يبلغ إنتاج الوطن العربي من النفط 30% من الإنتاج العالمي. هناك 15 دولة عربية منتجة للنفط، أغلبها منتج من اليابسة ما عدا مصر والإمارات بحري. تقسم الدول العربية إلى 3 مجموعات دول غزيرة الإنتاج، وهي التي يزيد إنتاج الواحدة منها عن 50 مليون طن. إنتاج التي يتراوح إنتاج الواحدة منها ما بين 10 إلى 50 مليون طن كسوريا، ودول قليلة الإنتاج التي تساهم الدولة الواحدة منها بأقل من 10 مليون طن مثل الأردن. أولى الأقطار السعودية، ثم العراق، ثم ليبيا، ثم الكويت، والإمارات، والجزائر. نعم، النفط. الغاز أستاذ، بس تقلب الصفحة. الغاز الطبيعي، الأنواع للغاز نوعان، نوع مرافق للنفط ويسمى الغاز الرطب، ونوع غير مرافق للنفط ويسمى الغاز المنفرد أو الجاف. الإنتاج، ينتج الوطن العربي 14% من الإنتاج العالمي. أولى الأقطار، تحتل الجزائر المرتبة الأولى وتليها الإمارات والسعودية، وتنتج 70% من الإنتاج العربي. ميزات النفط والغاز في الوطن العربي، يتميز بفائض كبير وضخامة الإنتاج، لا يستثمر منه إلا نسبة محدودة، ويتم تصدير 70% من الإنتاج الخام، وينتقل خط الأنابيب والناقلات. أحسن. إذن هذه هي النفط. تقوم طلابي على عملية استخراج النفط، تقوم عليه صناعة تكرير النفط. لما أقول تكرير النفط أي استخلاص مشتقاته. طبعا هذه الصناعة هي مرحلة وسطى بين إنتاج النفط واستهلاكه. إذا أنا أحصل على النفط خاما، أقوم بعملية تكرير فأحصل على مشتقاته. طبعا صناعة تكرير النفط في الوطن العربي جاءت متأخرة، خاصة في القرن العشرين، وذلك كون إنتاج الوطن العربي، إنتاج النفط في الوطن العربي كان حكرا على الشركات الأجنبية. إذن حكرا يعني كانت تحت سيطرة الشركات الأجنبية، خاصة التي كانت تستعمل الوطن العربي، بريطانيا، فرنسا، وإيطاليا طبعا، والتي حاولت منع إقامة مصافي لتكرير النفط. طبعا بعدها قامت عدة مصافي لتكرير النفط في الوطن العربي طبعا، وحصلت بذلك على الكثير من المشتقات، والتي ساهمت بتوفير النقد اللازم لهذا النفط طبعا. ولكن على الرغم من ذلك، وتشجيع الدول العربية لإقامة مصافي تكرير النفط، إلا أن مساهمته قليلة مقارنة بطاقة التكرير العالمية، فنسبة مساهمة الوطن العربي 7% على الرغم من إنتاج قلنا 30%. طبعا السبب في ذلك، عندي تعليل هام جدا، علل قلة مساهمة الوطن العربي بطاقة مساهمته في طاقة التكرير العالمية، نقول بسبب ضيق السوق الاستهلاكية، إضافة أن الدول المستوردة للنفط تضع قيودا على استيراد النفط خام، إذن لا تريد النفط مكرر، إنما تريد نفطا خاما، فوضعت قيودا على استيراده. إذن هذه هي صناعة تكرير النفط. نعم، من يقرأها؟ قيس. نعم أستاذ. نعم أستاذ، صناعة تكرير النفط. تأتي صناعة تكرير النفط المرحلة الوسطى بين إنتاج النفط الخام واستهلاك منتجاته، بما تفسر تأخر الدول العربية بصناعة تكرير النفط بالمقارنة مع استخراجه، لأن إنتاج النفط كان تحت سيطرة الشركات الأجنبية التي عرقلت محاولات إقامة مصافي لتكرير النفط، عملا بمبدأ من يمتلك المعمل التكريري يمتلك النفط. نعم. مع بداية السبعينيات القرن العشرين، أصبحت سياسة إنتاج النفط العربي تحت سيطرة الدول العربية، ورأت هذه الدول أن يكون النفط وتصنيعه هو الركيزة التي تعتمد عليها اقتصاديا. 4، بما تفسر نشاط عمليات مصافي النفط في الدول العربية مع بداية السبعينيات القرن العشرين. 1، توافر النقد الأجنبي اللازم لاستيراد التقنيات المتقدمة، توفر الوقود الرخيص وخاصة الغاز الطبيعي، صرامة القيود البيئية التي تبلورت في الدول المتقدمة للتخفيف من التلوث.
بما تفسر يسهم الوطن العربي ب 7% من الطاقة التكرير في العالم رغم أنه ينتج أكثر من 30%. 1- ضيق الأسواق العربي. 2- إن الدول المستوردة تضع قيودا على استيراد المواد والمنتجات النفطية المكررة وتشجع على استيراد الخام لتكريره في بلادها. شكرا جزيلا. إذن هذه هي صناعة استخراج الصناعة الاستخراجية، تكلمنا عن صناعة استخراج النفط والغاز وصناعة تكريري.